قالت الدكتورة جواهر المضحكي رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بأن نتائج الامتحانات الوطنية سيتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم في شهر مايو المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته بأن عملية التصحيح لأوراق الصف الثاني عشر تتم وفق معايير عالمية يقوم عليها مجموعة من المصححين المؤهلين في مجال جودة التعليم والتدريب. المزيد من التفاصيل مع الزميلة خولة الجرينيس في سياق التقرير التالي. سيتم تسليم وزارة التربية والتعليم ونشر نتائج الامتحانات الوطنية بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب واعتمادها من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مايو المقبل. تصحيح الامتحانات الوطنية بعد انتهاء الطلبة من أدائها الأسبوع الماضي للصف 12، وطبعا هاي عملية جدا مهمة وتقام بدقة متناهية حسب المعايير طبعا اللي احنا اكتسبناها من كامبريدج انترناشونال لما كانوا شركاء لنا. فالمصححين ينتقون بدرجة عالية من الدقة، تدريبهم كذلك طبعا هم لازم يكونون من التخصصات المعنية، مثلا الحين احنا عندنا هني في هاي القاعة اللغة العربية. ف التصحيح ياخذ مدى، بعدها في تدقيق عقبه، يعني اكثر من درجه من التدقيق بحيث ان احنا نتاكد من العلامات هي الصحيحه حق الطالب، وكذلك جمعها حتى على عملية الجمع جدا مهمه. تم تدريب المصححين على كيفية التعامل مع هذه الامتحانات بكل شفافية، خصوصا وان الامتحانات الوطنية تعد أداة لقياس المستوى المعرفي للطلبة، فهي جزء من النظام التعليمي في المملكة وتؤدي دوراً مهماً في تحسين مستوى أداء الطلبة. اليوم يشارك معنا 260 تقريباً مصحح ومصححة يمثلون وزارة التربية والتعليم. طبعاً هذين المصححين تم اختيارهم وفق لمعايير معينة، والهدف أن احنا ناخذهم من المدارس على أساس يتم تدريبهم ويتم الاستفادة منهم في الميدان. هؤلاء تم تدريبهم بحيث ان احنا كنا دائما في بدايه التصحيح ناخذ اوراق، هذه الاوراق نصورها اوراق طلبه، 5 اوراق من اوراق الطلبه من مختلف المستويات يتم تصويرهم وتدريب المصححين عليهم، على اساس ان احنا في النهايه يتم توحيد معايير جميع معايير التصحيح، يظهرون المصححين برؤيه واضحه للتصحيح وبعدين يباشرون عمليات التصحيح. راح ننتهي من التصحيح، حيث انه يستغرق لنا تقريبا اسبوعين، بعدها نبتدي اللي هو عملية تحليل الامتحانات وتحليل واصدار النتائج واصدار التقارير. بعد ما تعتمد هذه التقارير يتم ارسالها الى وزارة التربية والتعليم للاستفادة منها، لأساس ان هي تعكس اثر عليه في النظام التعليمي. يمكن من خلال نتائج الامتحانات الوطنية تقييم مسيرة التعليم والتدريب ورسم خطط التحسين التي تعزز عملية التعليم والتعلم والتي يكون لها الأثر الإيجابي في رفع كفاءة أداء المخرجات التعليمية وتحقيق ضمان الجودة في كل من التعليم الأساسي والتعليم العالي. يذكر أن الهيئة اختتمت الامتحانات الوطنية في 8 مارس الجاري، وهي الدورة 5 من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف 12، والتي شارك في تأديتها هذا العام أكثر من 10,000 طالب وطالبة في 36 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة. تصحيح الامتحانات الوطنية يتم وفق معايير عالمية اعتمدتها الهيئة بالتعاون مع عدد من المنظمات المختصة بضمان جودة التعليم، فهيئت لها كوكبة من المصححين المؤهلين في هذا المجال. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون.